أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا باب جديد من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهو باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، قيل المقصود بنعمة الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نعمة للمؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فكونه منا إذن هو نعمة، فإن النعم يمتن الله تعالى بها على عباده. فالنعمة تقابل بالشكر، فإذا قوبلت بالكفر كان ذلك جحودا لها. فأهل قريش بدلا من أن يدخلوا في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه ويؤمنوا بما جاء به من الحق المنزل، فإنهم كفروا به ونابذوه وحاربوه، فكانوا بذلك كافرين. فهذا قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله، يعرفون أنه صادق مصدق، ويعلمون أنه رسول من عند الله، يعلمون ذلك. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالذي منعهم أن يقبلوا دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جزء من ذلك المنع، إن لم يكن جميعه، هو الكبر، هو الكبر والعياذ بالله. وقيل نعمة هنا مفرد والمقصود بها الجمع، ذلك أن في لغة العرب يطلق المفرد ويقصد به الجمع، وهذا كقول الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. فالإنسان هنا ليس الواحد، وإنما يقصد به الجنس بدلالة الاستثناء، فإنه لا يستثنى من واحد، وإنما يستثنى من كثير، وهو قول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأيضا قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ فعلى أحد التفسيرين المقصود بالعبد هنا العباد، المفرد يطلق ويقصد به ماذا؟ الجمع، فيكون التقدير: أليس الله بكاف عبادة؟ وعبادة هذه نصبت على المفعولية، وكاف هذا اسم مشتق منون يعمل عمل الفعل كما هو معلوم. فنعمة الله، أي نعم الله، يعرفون أن هذه النعم من عند الله، وأن الله تعالى هو الذي أزداها وأعطاها وأمد بها الناس وأسعدهم بها. فبدلا من أن يقابلوها بالشكر وهو التوحيد، قابلوها بالإنكار وهو الكفر والعياذ بالله. وفي مسند الإمام أحمد، والحديث في إسناده كلام، أن الرجل عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حصين
الذي ولده عمران ابن حصين، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حصين كم إلها تعبد؟ يا حصين كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة آلهة. ما شاء الله، سبعة آلهة، ستة في الأرض وإلها في السماء. ستة في الأرض، إلها من عجوة، وإلها من سكر، وإلها من ملح، وإلها من زلط مثلا، عشان عند المظاهرات يفكك ذلك الإله ويضرب به مثلا، والعجوة حتى إذا جاع أكله عند جوعه. فقال: إلى من تجعل رغبتك ورهبتك؟ دعنا من آلهة الأرض. قال للذي في السماء، سبحان الله، قال للذي في السماء: قل من رب السماوات الأرض ورب العرش العظيم؟ سيقولون: لله. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ الآية. سيقولون: لله. عندما تسألهم لماذا تعبدون الأنداد والأمثال والأشباه، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله، هم يعلمون، يعلمون. ولذلك قال الله: يعرفون نعمة الله أنها من عند الله ثم ينكرونها. اسمع: أن يتقلبون في النعم كثيرا. لم يعطهم ربنا عز وجل نعمه ثم أزالها عنهم، بل متعهم في هذه النعم. من أين أتيت بهذا الفهم؟ بدلالة ماذا؟ ثم، بدلالة ثم التي تدل على المهلة والفترة. وقيل هذا الأمر يمكن أن ينطبق على المسلمين. كيف؟ يعرفون نعمة الله أنها من عند الله ثم ينكرونها، أي لا ينسبونها إلى الله. واحد عنده مال كثير يقول لك: هذا المال جدي وتعبي ورثته كابرا عن كابر. رجل عنده صحة وعافية يقول لك: ده علشان أنا يعني بلعب تمارين رياضية، وعشان أنا مهتم ببرنامج غذائي، ها، وكل ست شهور بعمل مسح طبي، فأنا مهتم بجسمي، فأنا جسمي ما شاء الله. الله، وأين الله؟ وأين الله؟ فلا ينسبون هذه النعم إلى من؟ إلى الله عز وجل. لا ينسبون النعم إلى الله عز وجل، هذا قول بعض المفسرين. وبالتالي قوله تعالى: وأكثرهم الكافرون، هذه جملة حالية، ويحمل الكفر آنذاك على كفر دون كفر. يعني إذا كانت في حال أهل الإسلام يبقى ده من جنس المعاصي، ليس من جنس الخروج من الملة. يعني لو واحد اعتقد أن ماله أو صحته أو ما إلى ذلك ده كسبه وجده وتعبه، هو من أهل الغفلة، هو من أهل الغفلة، هذه معصية. لكن لا يكون خارجا من الملة، لا يكون كافرا. فأرجو أن نفرق بين هذه التأويلات، في كونها في الكفار وفي كونها في المسلمين. قال مجاهد: ما معنى؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي. هذا مالي ورثته عن أبائي، كما قلت لكم الآن، عندما يسأل من أين ذلك المال وكيف حصلت هذا المال، لا يقول: هذا توفيق الله، فقد أعانني على هذا المال ووفقني إلى جمع ذلك المال وأذهب عني الردى فجعلني موسرا غنيا. لا يقول ذلك، وإنما ينسب الخير والفضل إلى ماذا؟ إلى نفسه هو. وقال عون ابن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا.
وسيأتي الكلام في هذا الأمر، لولا فلان لم يكن كذا، فهذا أيضا من الشرك الخفي، وهو من جنس المعاصي والعياذ بالله. أن الفضل لا ينسب إلى الله عز وجل، لا ينسب إلى الله. يعني الصحابة كانوا يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالفضائل والمنن والنعم والجود والخيرات والمنن إنما تنسب إلى من؟ إلى الله عز وجل. يعني مثلا هذا المجلس الذي نحن فيه الآن نجتمع بفضل من؟ لا نقول بفضل إن احنا قلنا البعض وما إلى ذلك، لا، وإنما ينسب الفضل إلى الله عز وجل. ثم تأتي بعد ذلك الأسباب المادية التي هيأها الله لإنجاح ما يريد. قال قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني النعم التي هم فيها بسبب أن الآلهة شفعت إلى الله سبحانه وتعالى، فقبل الله تعالى شفاعة آلهتهم فأعطاهم. وقال أبو العباس وهو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وسبق الكلام عن هذا الحديث، قال: يذم سبحانه الذم القبح، يقبح من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. يذم الله من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. طبعا هذا الأمر يعني ربما فيه نوع من التضييق قليلا، ولكن لا بأس للناس أن يتدربوا. عندما تجري الفلك بالشراع يقولون جرت الفلك بالشراع، طب من الذي هيأ الريح وجعلها نسيما لكي تجري الفلك بها؟ من الذي أمر بذلك وأعان على ذلك؟ ومن هو الله عز وجل. وبالتالي لابد من نسبة كل نعمة على وجه الأرض إلى من؟ إلى الله حقيقة، إلى الله تعالى حقيقة، ثم بعد ذلك إلى العبد مباشرة. افترضنا إن في هناك طبيب مصري، ودي أمنية، إن بلدنا يعني هي بلدنا بالفعل حقيقة بهذا الأمر، أنها تخرج النجباء والعلماء والنوابغ في كل شيء، في كل شيء. هذا النابغة الطبيب اكتشف علاجا لعلاج الأورام، وهذا العلاج طبقه على الفئران المريضة فما شاء الله برؤت بإذن الله، ثم طبقه على القرود المريضة فبرؤت بإذن الله، ثم طبقه على العجول المريضة فبرئت بإذن الله، ثم طبقه على الناس فبرئ. نقول إيه؟ نقول إن فلان اكتشف دواء جديد، ولا نقول الأصوب نقول إن الله تعالى أعان فلانا على اكتشاف هذا الدواء الجديد. هي دي يا إخواني، لابد أن نمارس التوحيد في حياتنا. ما دي الإشكال الكبير، الإشكال الكبير أننا لا نمارس التوحيد في حياتنا، لا نمارس التوحيد في حياتنا. مسألة رياضية عسرة فأعان الله تعالى طالبا على حلها، نقول إيه؟ الطالب ده حل المسألة. الأوفق نقول إيه؟ أعان الله تعالى الطالب على حل المسألة، لأنها عسرة، وكانت يعني عسرة على أساتذتي، فمن باب أولى أن تكون عسرة على من؟
على الطلاب، ولكن الله تعالى أظهر نعمته على هذا الطالب فوفقه لحل هذه المسألة. ما الإشكال في ذلك الأمر؟ ما الإشكال؟ هناك أمور كثيرة يعين الله تعالى عليها الناس توفيقا. أنت بتفتح كده كبوت العربية تشوف كده عدة العربية وتتأمل كيف كان توفيق الله تعالى بالإنسان أن صنع هذه السيارة. يعني ما شاء الله، خرطيم طلعة ونزلة وحاجات طلعة كده وحاجات جاية كده. سبحان الملك، سبحان الملك. وكذلك في كل نعمة يتمتع الناس بها في هذه الدنيا. فنريد أن نمارس التوحيد، وجزء من ممارسة التوحيد أن ننسب النعم إلى من؟ إلى الله. أنت بتبقى نايم مش كده؟ تستيقظ صح؟ من الذي أيقظك؟ تقول أيقظني المنبه. هو المنبه هو الذي أيقظك؟ لا، وإنما الذي أيقظك هو من؟ هو الله. والمنبه سبب، بدليل في بعض الأحايين تجيب 10 منبهات وتخلي واحد فوق الدولاب والتاني تحت السرير والتالت عند المطبخ علشان ده موعد مهم، وتدق المنبهات جميعا ولا تسمع ولا واحد، مش كده؟ يحدث ذلك أحيانا. يبقى الذي أيقظك ليس هو المنبه ولكنه الله أعانك على الاستيقاظ. ولذلك أول ما تصحى من النوم بتقول إيه؟ الحمد لله الذي إيه؟ أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. يبقى الذي أحياك من النوم ليس هو المنبه، وليست هي أمك، وليس هو أبوك، وليس هو زميلك في الدراسة، وليس هو كذا أبدا، وإنما هو الله. الله المستعان. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية في سياق قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبق وأشرت إلى هذه الآية ونظائرها من الآيات، أن القرآن الكريم عندما يعرض قضية التوحيد كثيرا ما يعرض قضية التوحيد في سياق الامتنان، في سياق الامتنان. لماذا؟ لأن الإنسان في سياق الامتنان ينشرح صدره ويضاء قلبه إن كان في قلبه شعيرة من إيمان. وقد جبل العبد أن يكون خاضعا لمن يحسن إليه. اللي يحسن لك بتبقى أنت خاضع له. ودي قصة أقولها لكم بعدين طريفة، ولكن أستبدلها بشيء طارئ لأن هذه القصة ربما تأخذ وقتا. افترضنا أن فيه طالب، وهذا يعني كطرفة، الطالب ده وقفت عليه مسألة وأعيته، هو عاوز بس سين دي بتسوي كام. لو عرف سين بتسوي كام هيقدر يضرب الحسبة ببعضها ويحل المسألة. ما عرفش. هناك واحد زميله بصاله المعلومة دي، بصهاله ادهاله، نجدوا بها وحل المسألة بتوفيق الله ونجح في هذه المادة. ايه اللي بيحصل؟ كل ما يشوفه يشعر انه يحمل منة لهذا الرجل، وفي المقابل لابد لتنوي ايه؟ يشكره على هذه المنة.
يا إلهي. ودي حاجة بسيطة، سين سين بس، فما بالك بالملك سبحانه الذي أعطاك بعد أن أوجدك وأمدك بعد أن خلقك، وما من شيء فيه نفعك وحرمه منك. سبحان الملك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها. الإنسان بيخضع. ولذلك من أسماء الله تعالى المحسن، من أسماء الله المحسن، والله تعالى يحب الإحسان، بل إن الله تعالى حتى في مفارقة الحياة أمر بالإحسان، في مقام الموت أمر بالإحسان، فنهى عن المثلة ونهى عن الحرق. وعند الذبائح إذا ذبح أحدكم فليرح ذبيحته وليحد شفرته، ده كله حتى يحسن إلى ذبيحته. يا إلهي، ده موجود. فكثيرا من المعاني العقائدية تكون موجودة في سياقات ماذا؟ سياقات المنة، التذكير بالنعم. انظر يا أيها الناس، ده نداء للناس، يا أيها الناس. وهنا فائدة متعلقة بعلوم القرآن، ليس من باب التمييز بين المكي والمدني أن نميز بيا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا. قال بعض أهل العلم: حيثما وجدت يا أيها الذين آمنوا فالسورة مدنية، ويا أيها الناس فالسورة مكية. هذا الكلام يحتاج إلى نظر. لماذا؟ لأن سورة البقرة سورة، لا يا رجل، سورة مدنية، ومع ذلك فيها يا أيها الناس، فدل ذلك على أن هذا المعيار يحتاج إلى نظر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. فانظر إلى الأمر بالعبادة الذي فيه معنى الخضوع والذي فيه معنى الانقياد والذل. يبقى خضوع وانقياد وذل، ده كله مع ماذا؟ مع تمام الحب. الإنسان الأسير بيبقى في منتهى الخضوع، لكن يا ترى بيحب الناس اللي أسروه؟ بيجلدوه ويعلقوه ويعملوه؟ أبدا. ولما تقرأوا كتب المعسكرات الألمان وماذا كانوا يصنعون في أسراهم، هول هول بالفعل. ولكم أن تعلموا أن كل معسكرات الاعتقال بعد سنة 1936 كلها مبنية على النظريات الألمانية في الاعتقال كل. ولذلك صلاح نصر مدير المخابرات ألف كتاب الحرب النفسية في مجلدين. لو قرأت الحرب النفسية لصلاح نصر هتجد أن مادته كلها مستمدة منين؟ من الاستفادات مما فعله الألمان بأسراه. طب أنا دلوقتي أسير وفي منتهى الخضوع، هل أنا بحبهم ولا ببغضهم؟ أبغضهم. طيب متى أكون في منتهى الخضوع والذل والانكسار وفي الوقت نفسه أكون في منتهى الحب؟ لمن هذا؟ ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك أول أمر بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولم يقل اعبدوا الله. لماذا؟ لأن الناس يعرفون الرب، ليس هناك نزاع في الرب. النزاع في ماذا؟ في الله، لأن الله هو المعبود بحق. الله هو المعبود بحق، لأن الله الألف واللام مضافة إلى إله، وإله هنا بمعنى مألوه، لأن فعال تأتي بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، ككتاب بمعنى مكتوب. فالإله هو المألوه،
والمألوه اللي هو المعبود بحق، المعبود بحق. فالعبودية هي عبادة الله عز وجل، العبودية عبادة الله، والعبادة ديت فيها حاجتين، فيها الذل مع الانكسار والخضوع، وفيها أيضا الحب التام. وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال: العبادة تمام الحب ونهايته مع تمام الذل ونهايته. فالحب الخلي عن الذل لا يعد عبادة، كما أن الذل الخلي عن الحب لا يعد عبادة. إذا لابد من الاثنين، لابد من الاثنين، تمام الذل وتمام الحب. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الرجل قبل أن يسلم، جبير بن مطعم، ركب راحلته وشد السفر إلى المدينة. وصل المدينة مع المغرب، اقترب من المسجد، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، فسمع: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الرجل قال: لقد كاد قلبي أن يطير، لقد كاد قلبي أن يطير. يا إخواني، إحنا لو قرأنا القرآن بقلوبنا وتمعنا في معانيه، حقيقة صدقوني سننتقل من ذلك العالم إلى عالم آخر، إلى عالم آخر. سنشاهد الحقائق على حقيقتها، ونشاهد المعاني على مدلولاتها. لن نعيش حياة مجردة كما يعيشها الناس، ولكن ستعيش معاني القرآن غضة طرية كما كان عليه السلف الأول. هذا مطلوب أكيد. فالرجل لم يسلم بعد، عندما يسمع هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول: لقد كاد قلبي أن يطير. طب أنت كم آية قرأتها في القرآن كاد قلبك فيها أن يطير؟ قل لي كده. يعني احنا بنقرأ القرآن كتير، وخلصنا القرآن مثلا عشرات المرات، ختمناه عشرات المرات، ما هي الآية أو جزء من الآية التي عندما مررت عليها كاد قلبك أن يطير، أو اقشعر بدنك لها عند قراءتها؟ لا شيء إلا من رحم الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. جملة لعلكم تتقون تشعر بالعلة، تشعر بالعلة. ثم قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الأفعال هنا هي إيه؟ نشوفها من تاني. الذي جعل، مين اللي جعل؟ الله. وإيه كمان؟ والسماء، السماء ممكن تكون معطوفة على منصوب، أو يمكن أن يكون الفعل مع الفاعل محذوف، وده موجود في اللغة إن الجملة كلها بتتحذف ويبقى المفعول به. يبقى والسماء بناء، والتقدير ماذا؟ وجعل السماء بناء. مين اللي جعل؟ الله. طب وأنزل من السماء ماء، مين اللي أنزل؟ الله. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، مين اللي أخرج؟ الله. يبقى النتيجة: فلا تجعلوا لله أندادا. مش ده فعله؟ يبقى ازاي بعد هذا الفعل تجعلون له أندادا وشركاء وآلهة؟ كيف ذلك الأمر؟ أي عقل ينادي على صاحبه يفعل ذلك ويؤديه إلى ذلك؟ لا أحد. إذن دي كلها سياقات إيه؟ المنن.
تستعرض فيها قضية التوحيد، مر الأمر بالعبادة ومر التدليل على التوحيد والحث على العبادة، دي كله حتى نمارس الاعتقاد. فقوله تعالى فلا تجعلوا، لا هنا ليست النافية ولكنها الناهية بدلالة حذف النون، فلا تجعلوا، فلا تجعلوا لله أندادا، والأنداد جمع ومفرده ند، والند هو المثيل والشبيه والنظير، وهو الذي يتخذ من دون الله تعالى كالطاغوت مثلا. ثم قال وأنتم تعلمون، وهذه جملة حالية متعلقة بالفاعل في قوله تجعلوا، فلا ينبغي للناس بعد أن يحصلوا هذا العلم ويعرفوا ربهم الخلاق الرزاق بأسمائه وصفاته، بعد هذه المعرفة لا يحل لهم ولا يجمل أن يجعلوا له أندادا. قال ابن عباس في الآية أي في قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، قال الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. الشرك هنا أي الشرك الخفي، ولذلك من شدة خفائه شبه بذبيب النمل. يا إله، ذبيب النمل، يا ترى عندما تمشي النملة هل تسمع لها حسة؟ فكذلك ذلك الشرك، هذا من حيث الصوت. طب من حيث اللون؟ على صفات سوداء، النملة دي مشي على صخرة ملساء سوداء، في كمان في ظلمة الليل، يبقى لا صوت ولا إيه ولا شكل، وذلك يسمى ذلك بماذا؟ بالشرك الخفي، ويسمى بالشرك الباطن، ويسمى بشرك السرائر، الثلاث ألفاظ دول، وهذه الألفاظ الثلاثة ثابتت بها النصوص كما ذكرت من قبل. وتفسير عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه هنا يحمل على أهل الإسلام، لأن المشركين الأصليين هذا الشرك لا يغني معهم فتيلة، يعني هو مشرك شرك أكبر، فهنكلمه عن الشرك الأصغر؟ ما ينفعش. فالكلام هنا عن أهل الإسلام وتحذير أهل الإسلام من أن يقعوا في شرك وهم لا ينتبهون إليه. احذروا والله إخواني، يمكن أن يقع الإنسان في شرك وهو لا ينتبه، زي ما احنا بنقول كده، لولا عربية سريعة ما أدركت الموعد. الله، ممكن تكون عربية سريعة بس تتقلب العربية، لا تدرك الموعد ولا تدرك الحياة، يبقى مين اللي أعان على سلامة العربية لكي تدرك الموعد؟ هو مين؟ الله. فالأوفق تقول إيه؟ لولا أن الله تعالى أعان السيارة فأقلتني للموعد لكان كذا وكذا، كل حاجة نربطها. وبالتالي نحن ربما نقع في الشرك ونحن لا ندري، ونحن لا ندري. وكان من دعاء الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعوة الخليل إبراهيم يدعو ربه أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام. يبقى قال عبد الله بن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول، انظر بقى الأمثلة دي، والله وحياتك يا فلان، وحياتي، تقول والله وحياتك، أو تقول والله وحياتي، يبقى أنت أشركت مع الله ماذا؟ حياته أو حياتك. وزي ما بيحصل والمرحوم اعتمد على الله وعليك
كتير جدا. الراجل بتاع البلدية بعد ما تظرفه المعلوم المحترم تقول له خلاص اعتمد على الله وعليه، بكرة بقى تجيب لي العادات تركبه، تقول له خلاص توكل على الله، اعتمد على الله وعليك. هذا هو. وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. كلبة بقى ما شاء الله متيقظة، لولا الكلبة دي لسرقنا، برضك دي من الشرك الخفي. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. البط عارف أصحابه، أو البط بالليل غالبا بيبقى ساكن، أي حد يروح عنده يقعد يكاكي. يعني لو حتى قط فط عند البط تجد البط يقعد إيه؟ يعمل دوشة. فأصحابه بقى مطارين جاير على طول بالنبابيت يشوفهم من الحرام اللي هيسرق البط بتاع الفرح. لأن الفرح بتاعنا هيبقى يوم 27 والناس أكيد مجهزين بط وبتاع، فإيه؟ نعم. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. وقول الرجل لولا الله وفلان، هذا كله به شرك، هذا كله به شرك. هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أثر صحيح. طب إيه المشكلة؟ التشريك، لأن الواو تقتضي التشريك وأحيانا التسوية، الشركة مع التسوية. لما أقول دخل زيد وعمر يبقى الاثنين دخلوا سويا، سويا اسمها سويا. أو نقول كلاهما اشترك في الدخول، يبقى العطف هنا بالواو يقتضي ماذا؟ الشركة والمساواة. فلما نقول ما شاء الله وشئت يبقى كأن هذا المخلوق مع الله سبحانه وتعالى اشترك وتساوي. ينفع؟ ما ينفعش، هذا شرك. والشرك ده ليس خارجا من الملة، لأن الناس لا يقصدون، فهو من باب المعصية. هذا الأمر يحتاج إلى التنويه والتعليم والتدريب والاجتهاد. لما تسمع واحد يقول كده يعني هعتمد على الله وعليك، قال له اقف يا مشرك اسلم. لا، نبهه، قل له الحديث لا تقل ذلك، ولكن قل اعتمدت على الله ثم عليك. يقول لك يا شيخ ما تعقدهاش، انتوا كفرتونا في حياتنا، تفرق ايه من الواو ثم؟ واو ثم هتقفوا لنا على الواو ثم؟ لا بأس، المسألة مختلفة، لأن ثم تقتضي ماذا؟ الترتيب. فيكون الله أولا ثم يأتي خلقه ثانيا. يبقى ده التوحيد وده الأدب. تفهموا الكلام ده بس بالراحة وبأسلوب راقي لطيف حتى لا نكون فتنة للناس. نسأل الله تعالى التوفيق. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. وقوله فقد كفر أو أشرك، الشك هنا من الراوي، والمقصود بالكفر أو الشرك هنا هو الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر من جنس المعصية، ليس كفرا ناقلا عن الملة. وهذا يكون كثيرا في لسان من لم يتعود. تجد الواحد قبل ما يتعود على الالتزام وممارسة التوحيد يقول الكلام ده كتير، يقول مثلا والمرحوم أخوه مثلا مات غريق ولا مات في حادثة ولا بتاع وكان غالي، يقول لك وحياة الغالي والمرحوم وحياة أبوك وحياة مثلا مش عارف إيه. الكلام ده كله لا يجوز ولا يحسن للمسلم أن يقول ذلك،
ولكن من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كذبا أو كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. سبحان الله، هو لو حلف بالله كذب ده توحيد ولا شرك؟ توحيد. ولو حلف بغيره صدقا ده شرك. يبقى الأولى ماذا؟ المعصية ولا الشرك؟ الشرك أخطر من المعصية حتى ولو كان شركا أصغر. هو من جنس المعصية لكن هو أخطر من المعصية، أخطر من المعصية. زي بالضبط لما نقول ميكروب السرطان وميكروب الانفلونزا، الاثنين دول اتملوا ميكروب، لكن دي زي ده؟ لا، دي غير ده. ده معصية وده معصية، ولكن هذه المعصية أشرس وأقوى من هذه المعصية. فليحذر الإنسان أن يقع في الشرك ظاهره أو باطنه. هذا الأثر أثر عبد الله مسعود عليه رضي الله تعالى عنه، رجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني وهو حديث صحيح أو أثر صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح، وصححه الشيخ الألباني في الصحيح. وسبق الإشارة إلى معنى هذا الحديث. وجاء عن إبراهيم النخعي، وهذا من أئمة العراق الكبار من التابعين، أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك. والكراهة هنا ليس تنزيه، ولكنها كراهة ماذا؟ تحريم. أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. وهذا الذي ذكره إبراهيم يعني هو معنى ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أتت به النصوص الماضية. يبقى نستفيد من هذا المجلس أن نتدرب على ماذا؟ على ممارسة التوحيد حتى في ألفاظ الخطاب، وأن نتراحم في النصيحة والتوجيه. وإذا سمعنا خطأ أو أن اللسان زلق أو أخطأ في أمر ما، نوجه بالتي أحسن حتى يعود الإنسان إلى رشده وصوابه. والله الموفق.